جينا خرجنا باش نحتجوا ونطالبوا كفئه الاشخاص ذوي الاعاقه، كلجنه ديال ذوي الاعاقه كنطالبوا برفع التمييز على اساس الاعاقه، رفع التمييز على اساس الاعاقه في الوظيفه العموميه. كذلك كنطالبوا بالمطالب المشروعه ديال الشغيله المغربيه اللي هي زياده في الاجور، وكذلك لهذا الغلاء الخطير اللي كنعيشوا، تحسين شروط الشغل الاشخاص وضعيه اعاقه، عدم التمييز على اساس الاعاقه في العمل. هنيئا لنا جميعا باحياء هذه المناسبه، مناسبه فتح ماي التي تحتفل بها الطبقه العامله ونحتفل به نحن كمتقاعدين بصفة عامة. إننا إذ هذه السنة نشارك لأول مرة في هذه التظاهرة، والتي تأتي هذه السنة في جو من التضخم التي تعيشه البلاد ومن ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، فإننا نساهم وندد بهذه الأسعار المرتفعة، ونطالب الحكومة بأن تعمل على زيادة عامة في جميع المعاشات وفي جميع الرواتب، وذلك لمواجهة هذا الغلاء ولتمكين الجميع من أن يتعايش ويستمر على المستوى الذي كان عليه من الحياة. كنعبروا على الهموم ديالنا وعلى السخط ديالنا اللي كنعانيوها من جراء جبروت وتسلط الإدارات، وخاصة الوقت اللي تخوصت شركة تبغ وكانت غادا في واحد الطريق اللي هو في الوقت ديال سميتو الشركة المغربية للتبغ كان الأمور كانت عادية وكانت ممتازة، وكنا كنحصلوا على مطالب ونمينا الشؤون الاجتماعية وكانت عندنا تعاضدية كيضرب بها المثال. ولكن اليوم مع الأسف الشديد الوقت اللي تخوصات لا من طرف الداديس ولا من طرف امبريال توباكو، يعني ولات فيها واحد الحالة مزرية، فيها هضم الحقوق لا النظاميين ولا المتقاعدين، وخاصة اليوم حنا راه حنايا كمتقاعدين وأرامل وذوي الحقوق، واخا الدعوة جات متأخرة، ولكن كنشكروا هاد الإخوان اللي هما حجوا إلى المنظمة ديالهم اللي عبروا على السخط ديالهم وعلى الاستياء ديالهم من جراء تماطل الإدارة على واحد الحق مكتسب اللي هو 24% اللي يعتبر ربوع الأجرة، وهذا حيف وتقريبا ناضلنا عليه أزيد من 19 سنة، ولا زلنا اليوم نناضل عليه بعد ما تقال لنا بالحرف إلا متنا ربحتونا على مستوى القضاء فغادي تنعموا بالحق ديالكم. ولكن مع الأسف الشديد جزنا من الابتدائي الإداري وجزنا من الاجتماعي وجزنا من الاستئناف، وصلنا النقد ونصفاتنا المحكمة جزاها الله بخير والعدل جزاه الله بخير، وصلنا للتنفيذ، ولكن مع الأسف الشديد ما كاينش اللي بغى ينفذ لنا، وهذا حيف كبير.